بعد أزمتها مع قناة القاهرة والناس واستقالتها من القناة، نشرت الإعلامية بسمة وهبة مقطع فيديو على صفحتها الشخصية على انستجرام، وكان ذلك من أدائها فريضة العمرة بالأراضي المقدسة. وقالت بسمة وهبة في الفيديو: شوف الحرم ما شاء الله زحمة ازاي، من أحلى المرات اللي عملت فيها العمرة، وربنا سهلها بطريقة مش معقولة سبحان الله، مع إنه العشرة الأواخر بس الحمد لله. ودعيت لكل الناس اللي موصياني بالدعاء، انتوا كمان ادعوا لي. الحمد لله عمرة مفيش بعد كده، الواحد في بيت ربنا بيحس براحة نفسية حلوة قوي. الحمد لله يا رب كلكم تبقوا كده وتحسوا نفس الإحساس. وكان ذلك بعد عرض حلقة برنامجها شيخ الحارة مع مقدمة البرامج ياسمين الخطيب. ثم تقدمت بسمة وهبة باستقالتها من قناة القاهرة والناس. وبدأت الأزمة بعد عرض حلقة الأمس السبت من البرنامج، واستضافت الكاتبة ياسمين الخطيب. وبعد عرض الحلقة قرر المخرج خالد يوسف تحريك دعوى قضائية يختصم فيها القناة والبرنامج ومقدمته أيضا وظيفته الأخيرة ياسمين الخطيب، وذلك بدعوى الخوض في سيرته وعرضه والتشهير المتعمد، وذلك أيضا بعد تصريحات ياسمين الخطيب حول فترة زواجهما رغم نفيه لهذه الزيجة. وكان طارق سعد نقيب الإعلاميين أكد أن مجلس النقابة اتخذ قرارا بوقف بسمة وهبة، وذلك بناء على تقرير المرصد الإعلامي للنقابة وما رصده من تجاوزات مهنية وإخلاقية بحلقة يوم 19 من مايو، والتي استضافت فيها الفنان ماجد المصري، والتي تخالف ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني. وأيضا أضاف طارق سعد في بيان له وقال: خالفت بسمة وهبة أيضا قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016، والذي حظر ممارسة النشاط الإعلامي دون القيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة مهنة، حيث أنها لم تقم بتقنين أوضاعها مع النقابة وغير مقيدة أيضا بأي من جداول القيد، ولم تحصل على تصريح مزاولة المهنة، وذلك وفقا للمادتين 2 و19 من قانون النقابة. وللذكر أيضا أنه بعدما عرضت حلقة أمس من برنامج شيخ الحارة والتي استضافت فيها بسمة وهبة للكاتبة ياسمين الخطيب، كانت بسمة أعلنت للقناة رفضها إذاعة الحلقة بسبب ذكر ياسمين الخطيب لأسماء العديد من الشخصيات العامة وكشف تفاصيل ما حدث بينهم، لتفاجأ بسمة وهبة بإذاعة الحلقة. وقامت القناة بعد ذلك بمنع إذاعة الحلقة في الإعادة، بالإضافة أيضا إلى رفع الفيديوهات الخاصة بها من على يوتيوب. وبالفعل اضطرت القناة لعدم إذاعة الحلقة في الإعادة، وعرضت حلقة للإعلامي جورج قرداحي بعدما تم إقالة الإعلامية بسمة وهبة.